توكلنا على الله. طبعا ما ينفعش النهاردة يبقى عندنا افتتاح قناة الزمالك في ثوبها الجديد، وبما اني بتابع وبقول لكم كل هو ما هو جديد، ما ينفعش ما كنتش أأخر نفسي هذه الدقائق عشان اتفرج ماذا سيقدم على شاشة قناة الزمالك. ايه اللي هيتقدم على شاشة قناة الزمالك؟ ما ينفعش يعني باش خالد كمال، مساء الفل يا خالد وبشكرك شكرا جزيلا يا حبيبي، ربنا يخليك. ما ينفعش ابدا يعني يا سادة يا كرام، النهاردة يعني ده بداية ملفاتنا، النهاردة يعني النهاردة ده بداية ملفاتنا. ما ينفعش ان احنا ما نقعدش ونستمتع ونشوف ونراقب الشكل الجديد لقناة نادي الزمالك. منذ قليل من الآن طلع قناة نادي الزمالك في شكلها الجديد، ما بس أنا مش عارف إيه الشكل الجديد يعني، بس ولكن هو الشكل الجديد يعني. من المفترض الشكل الجديد الديكور مفهوش تغيير، كل الحدوتة إن الطيور المهاجرة القديمة رجعت مرة تانية إلى القناة، وكانت البداية الشكل الجديد دقة 11، فبدأ البث المباشر لبرنامج زملكاوي مع الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هو الذي افتتح المرحلة الجديدة وتقمص دور عمرو أديب، يعني لفت نظر الكرافتة اللي كان لابسها شيك قوي، فده لفت نظر يعني، ولكن مش فاهم ايه الجديد يعني. يعني هو الجديد ان احنا نرى مرتضى منصور مذيعا، هذا هو الجديد من وجهة نظري، ولكن ليس هناك جديد يعني. تحدث عن الخريطة البرامجية وتحدث عن الرؤية المستقبلية للقناة بشكل عام، وتحدث في دقائق معدودات يعني عن رأيه في بعض الملفات، وبصفة خاصة له القناة، وأتمنى أن هو يكون من ضمن الناس اللي اتكلم عليهم. القناة والبرامج لن تتعرض إلى النادي الأهلي، وبعد كده اتكلم عن بعض الأمور الخاصة في التناول الإعلامي للقناة في المرحلة القادمة، يعني كل أخبار الزمالك، كل أخبار اللعبات الأخرى، حتى ما يهم الأعضاء وأبنائهم في كل ما يخص الأنشطة داخل نادي الزمالك، أكد أن كله ستجده في قناة نادي الزمالك. واستوقفني أنه هو اتكلم طبعا عن الغلا، واتكلم عن الحرب اللي في أوكرانيا وتأثرنا بيها، واتكلم عن الحوار الوطني وضرورة أنه هو لابد أن يكون في الأهلي والزمالك والكلام ده كله يعني. بالمناسبة يعني في عثرة كبيرة في موضوع الحوار الوطني يعني، وفي اختلافات كبيرة في وجهات النظر وتقارير إعلامية كبيرة وكثيرة بتتحدث عن مزيد من التواصل علشان يتم التوصل إلى صيغة نهائية للأجندة بتاعت الحوار الوطني. ففي تعثر أصلا في موضوع الحوار الوطني ككل، وفي اجتماعات مع المسؤولين ومع حمدين صباحي ومع خالد يوسف والمجموعة دي يعني، والملف شغال يعني. فتحدث الأستاذ مرتضى منصور في هذا الإطار، وبعد كده قدم الجماعة اللي هم هيعملوا القناة في ثوبها الجديد، فقال إني يعني يومين لخالد الغندور ويومين لأحمد جمال، أدي 4 أيام، ويوم لطارق يحيى 5 أيام، ويوم لكريم أبو حسين 6 أيام، ويوم لخالد لطيف 7 أيام. وقدم الناس وخرجوا على الهوى واحدا تلو الآخر، ندى عليهم واحد تلو الآخر، وخرجوا على الهوى وقدمهم إلى العامة، وقدمهم إلى الرأي العام بصفة عامة لمن يتابع، والزملكاوي بصفة خاصة. وأهم ما في الحدوتة دي حاجتين، إن هو يعني أنا شايف إن المستشار لبس أحمد جمال، بس أحمد جمال
طلع ذاك انه ما اتكلمش عندما وجه اعتذار وصفه رئيس مجلس امناء قناة الزمالك ورئيس مجلس ادارة نادي الزمالك. قال انا بتوجه يعني نيابة عن احمد جمال او دلة فهم بالاعتذار للسيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وخالد مرتجي امين الصندوق. ربما في بعض الاحيان تخرج عن شعورك فتتلفظ الفاظ غير لائقة او شيء من هذا القبيل. احمد لم يعلق، ولكن يعني هذه الدقيقة او الدقيقتين هم بمثابة إدانة لأحمد جمال، لأن أحمد جمال أصلا ألدم الصوتي، وفي بلاغات في القضاء من العمري فاروق ومن خالد مرتجي وكمان من النادي الأهلي بصفة عامة في هذا الملف، كما أكد محامي هذه الأطراف الأستاذ محمد عثمان. فقال قال لأحمد جمال يعني قال للعمري فاروق أنا بعتذر لك، دمه خفيف المستشار لبس احمد جمال في الحيط. ده يعني اهم شيء لفت نظري ان احمد جمال لبس. الحاجه الثانيه انه يعني قال ان الكابتن مصطفى يونس لم ياتي للمكايده، وانما يعني هو الكابتن مصطفى يونس كمان اكد لي هذا الكلام، قال ان انا مش بقدر، الناس فهمتني غلط، انا ما جايش اقدم برنامج ولا اكيد الاهلاويه، انا جاي برضه مش انا جاي، امال جاي تعمل ايه يا كابتن؟ انا جاي جاي استضيف، جاي استضيف اهلاويه وزملكاويه. لا لا صدقوا بالله والله العظيم القناة دي تبقى نمرة واحد في المشاهدة لو مرتضى منصور طلع عليها. اه والله العظيم يعني هو ايه خالد الغندور قال لك ايه، على ان تعود القناة الى سابق عهده كأعلى نسبة مشاهدة. طب انت بتعترف انها كانت فاشلة وما كانش حد بيتفرج عليها. الناس دي رايحة منها ولا انا متهيألي يا جماعة؟ والله والله العظيم قمة الكوميديا. ليه يا زمان ما تحكيش. المستشار سلم احمد جمال للامن. وخالد الغندور بيقول لك ايه، على ان تعود القناه للمشاهده مره تانية. ما انت يعني ما احنا كنا بنقول ما حدش بيتفرج عليك كنت بتزعل. يعني انت بتعترف اهو انك انت عايز ترجع للمشاهده بعد ما الناس نسيت القناه اصلا. والكابتن مصطفى يونس لم ياتي للمكايده، هو والكابتن جمال عبد الحميد سيحكوا لنا ذكريات الماضي. والله العظيم يا جماعه يعني الشارع المصري في نكد رهيب. اعتقد ان كلكم بتتفرجوا دلوقتي على قناه الزمالك وانتم مستمتعين، يعني عرض المستشار بصراحه عمرو اديب، يعني انا اهو بتفرج وانا معاكم عمرو اديب، عمرو اديب اقسم بالله. عمرو اديب مين؟ احمد موسى؟ لا لا نتعدى. والله العظيم يا جماعه مسك الهوى يعني 10 على 10، شايف بيزق ازاي. وبعد كده بقول للمره المليون الكرافته في قمه الشياكه، 10 على 10 يا ام احمد. طبعا اكيد اختيار ام احمد طبعا، والقميص روز ومتدلع ومنور وتحس انه صغر 10 سنين مع انه النهارده عيد ميلاده 70 بس. وبعد كده قدم المذيعين ومشاهم. والله العظيم ما اقصد حاجه، بس انا لفت نظري الموضوع، يعني قدم المذيعين ومشاهم وعمل وخد فاصل وجا كمل مع الاجيال الناشئه بقى المراسلين وباقي البرامج بتاعت باقي اليوم. بس عايز اقول لكم يعني ما وراء الخبر بقى، ما وراء الخبر، هل احنا المشهد اللي احنا شايفينه ده انتصار؟ يعني تعالى نحلل بقى، يعني مرتضى منصور ممنوع من المداخلات التليفونية على قناة الزمالك،
وممنوع كان من الاستضافة على قناة نادي الزمالك، وهو كان مقاطع قناة الزمالك. هل الشكل الجديد ده انتصار لمرتضى منصور؟ ايوه طبعا انتصار لمرتضى منصور. يعني انتصار لمرتضى منصور، يعني الاستاذ البير شفيق رئيس ان بيدير مثلا، فمنح حد يعني من ان هو يطبع هوا، وجال حد ده غصب عنه، يبقى انتصار دي ولا لا؟ انتصار طبعا. ايمن سالم رئيس القنوات اون تايم سبورت الرياضيه، وهو رئيس قناه الزمالك لانها تبع الرياضه. النهارده هل ايمن سالم مش اتهزم؟ ايمن سالم، ما هو الاستاذ ايمن سالم الراجل ولا ليه كلمه. اعمل يا ايمن حاضر، سوي يا ايمن حاضر. خلاص يا جماعه، يا هيرجع مرتضى وهيعمل تصور جديد، وده انتصار لمرتضى منصور. بس علشان ده بس في اخبار بقولها تروح الناس تقول لك ايه، تقول لك عبد الناصر انا بحلل لك الموقف. يعني انا بحلل لك الموقف. النهارده المستشار مرتضى منصور بيؤكد على انتصاره بايه؟ بانه طلع مذيع، يعني مش كمان ضيف على تليفون ولا ضيف مع خالد الغندور بوصف ان هو الاشهر في مذيعين برنامج زملكاوي، ولا ضيف على احمد جمال، لا ده هو طلع مذيع وراح ايه وراح يعني بيقول لك ايه، ده مش انتصار طبيعي، ده انتصار مع مرتبة الشرف، وراح جايب كل الناس اللي كانت ممنوعة ومشي اللي مش عايزهم. يعني فين شادي عيسى؟ مش موجود شادي عيسى. فجاب رجالته، على فكرة حقه، لأن في ناس رجالته دي وقفت جنبه وهو بره سنة، فمش هيرميهم، بالعكس تراجع بيهم، وده انتصار ليه وليهم، ده التقييم للموقف. يعني أحمد جمال اتمنع من الحدث اليوم ومن قناة الزمالك وقعد في البيت، رجعوا كريم أبو حسين رجع قناة الزمالك، واخد بالك انت؟ يعني انت بتتكلم على ناس بالإضافة لكل الضيوف بقى، ما انت لسه هتشوف الأستاذ محمد رجب والأستاذ عبد الشافي صادق والأستاذ مصطفى جويري والأستاذ منتصر الرفاعي وقال لك معتز الشام انضم ليهم، واخد بالك انت؟ والأستاذ محمد الشرقاوي، كل الرجالة، كل الرجالة، والرجالة دي وقفت معاه بصراحة. يعني فلو جينا قيمنا بقى من غير ما نضحك، يعني بجد لا، يعني الرجالة كلها معاه. فانت النهاردة المشهد اللي انت شايفه على قناة الزمالك ده بيثبت أقدام مرتضى منصور في الزمالك. ايوه في بعض المسؤولين مش عايزينه، وانا بنفرد معاك بده، وفي بعض الناس بتضايقه، وفي بعض الناس بتطفشه او بتحاول تطفشه، ولكن هو في النهايه بيتمكن من ادواته وبيسقط سلطته على القناه وعلى النادي، وبيسكن كل رجالته سواء في النادي والنهارده في القناه، اللسان الاعلامي او اللي هو عاملها. يعني الكابتن طارق يحيى ربنا يكرمه ويرضى عنه، يعني قال له ايه؟ قال له اوعى يا طارق من غير اثبات. يعني انا قال له تعالى بس اوعى اوعى تنطق فيه، اوعى اوعى تنطق فيه، تعالى ولا ترندات. فاهم فاهم المر يا جماعه، والله العظيم فاهم. قال له من غير افهات ولا ترندات ولا ترند. وبعد كده خلي بالك ايه من الحاجات اللي لفت نظري، مفيش ورقه فيدو يا جماعه، مفيش ورقه فيدو، مفيش ورقه فيدو. يعني هو الراجل عارف بيعمل ايه. وبعد كده كمان ايه، ده مش نجاح بثقة والسلام، لا ده ايه، ده كمان يفتتح يوم عيد ميلاده، يعني يفتتح القناة يوم عيد ميلاده. والله العظيم معاه حق، طبعا معاه حق، طبعا معاه حق. يا جماعة هي حرب تكسير عظام، اوعى تفكر ان ظهور مرتضى منصور ده، لا ده حرب تكسير عظام. مرتضى بينتصر مرة يخسر مرة، هو قال لك بلدي تقسو علي مرة، تولي ظهرها عني مرة، في النهاية بلدي أعمل إيه؟ ولكن دي حرب تكسير عظام. يعني أجزم لك أن هناك، أنا أعرف منهم ناس كتير وبالاسم، هناك من هو مسؤولين ومن هم يديرون ملف الكورة، النهاردة بالنسبة لهم يوم حزين ويوم كئيب إنهم يشوفوا مرتضى منصور على قناة الزمالك.
ودول بيتمنوا اليوم اللي مرتضى منصور لا يتحابس لا يمشي. شوف انا بكلمك هو بمنتهى الصراحه، بقيم لك الموقف. وهناك اخرين او المجموعه الثانيه اللي هي بتساند مرتضى منصور النهارده في قمه الفرح، انه بيتمكن اكثر واكثر. عشان كده انا باكد انه كان صادق لما قال لك انا بتعرض لمضايقات وبتحمل اللي ما يتحملهوش بشر، بس كثير مما يقول انه يتحمله ما ينفعش يطلع للاعلام. بس انا درجش معاك فيه علشان احلل لك الرؤيه بما هو متاح من معلومات. لكن بلا شك النهارده انتصار لمرتضى منصور ومن يسانده ومن معه كبير جدا بالمشهد اللي احنا شفناه على قناه الزمالك وسهرانين معاه او سهرنا معاه. واخد بال حضرتك؟ لكن مجموعه تانيه النهارده يوم حزين جدا، لان ان يسترد مرتضى القناه وبهذا الشكل اللي انتم شايفينه، وان هو كمان يبدا المرحله الجديده مذيع. لا لا لا، انتوا مين انتوا؟ انتوا مين؟ مهما تعملوا معايا انا مرتضى منصور، واتحمل اللي ما يتحملهوش حد، وقاعد في مكاني وانتصر. ده صراع اللي شغال، صراع الجبهات اللي في الغرف المغلقه، زي الصراع اللي شرحته لكم في موضوع اتحاد الكوره، صراع الحواديت. هو ما بص ما ما فيش مشاهد كده تاتي اطباقا، لا، ولا يقدر نفسه مرتضى منصور كان يطلع كده. لا 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 لا، اوعى تفكر ان في حاجه اطباقا. كل شيء مرتب، وكل شيء كل شيء معروف، وكل حدوته لها حكايه ولها قصه، ومين مع مين ومين ضد مين. وارجع اقول لك، ظهور مرتضى منصور اليوم الجمعه الموافق 17/6/2022 في عيد ميلاده ال70 بيعمل مرحله جديده لقناه الزمالك، وبيقدم هو كمذيع هذه المرحله انتصار له ولكل من معه ومن يسانده، وانكسار ويوم اسود لكل من هو مختلف معهم ومن كانوا لا يرغبون في عودته ثانية للزمالك، او حتى في المشهد الكروي بصفة عامة، او حتى في المشهد الكروي بصفة عامة. حد بعت لي بيقول لي يعني ايه بيثبت اقدامه في النادي؟ بيثبت اقدامه في النادي. يعني اقول لك انا وانا انفردت بده على فكره، وكتبته على صفحتي ومحدش كان مصدق. كتبته النهارده من بعد صلاه، كتبته من بعد صلاه الجمعه، كتبته يعني امس الجمعه من بعد الصلاه. الزمالك سدد 23 مليون جنيه لنادي مارتيمو وانهى ازمه محمد ابراهيم. 23 مليون جنيه. وكان الزمالك بعت، انا بقول لك هو تفاصيل الانفراد، كان الزمالك بعت لنادي مارتيمو البرتغالي بيطلب رقم الحساب، واودع لهم 23 مليون جنيه، وهيسمع عندهم في الحساب خلال 48 ساعه او خلال 3 ايام. واحمد حسن بيقول ما دفعش. لما انا اقول لك دفع ما تقلبش معايا يا ابو حميد يا صاحبي يا حبيبي، اوعى تقلب ورايا يا ابو حميد، اوعى تقلب ورايا. بس هو هيسمع عندهم على يوم 48 ساعه، بما ان السبت والحد اجازه، هيسمع عندهم الاثنين التلات. هتقول لي طيب ازاي؟ اقول لك ببساطه، لازم على التلات او الاربع او واتيفر، يمكن بعد يوم 21 الطرفين يعلنوا في بيان مشترك انتهاء الازمه، علشان تتشال من الملفات السوداء. فانا بنفرد معاك، بقول لك الزمالك سدد 23 مليون جنيه لمارتيمو البرتغالي وانهى ازمه محمد ابراهيم. تمام تمام. طيب الخطوه اللي جايه ايه؟ انت بتقول ما دفعش، انا بقول دفع، حد تاني بيقول دفع، انا بقول ما دفعش. ايا كان، انا بقول لك المعلومه عندي ان الزمالك دفع الفلوس لمارتيمو البرتغالي. عشان تنتهي الازمه لازم بيان مشترك يطلع من مارتيمو ومن الزمالك يقول ان الازمه انتهت، ويبقى في ورق رسمي فما فيهاش عافيه. فانا مصادري في نادي الزمالك اكدت لي ان الزمالك طلب رقم الحساب من مارتيمو خلال ال 48 ساعه الماضيه، وان الفلوس تم تحويلها خلال الساعات الماضيه. وانا انفردت بده بعد صلاه الجمعه،
ولمح إليه مرتضى منصور في كلامه في القناة لما قال خلاص أزمة القيد انتهت، بس لسه مازال موضوع سبورتنج لشبونة هو محاميه بيقولوا له إن الأزمة لسه والاستئناف. أنا بقول الموضوع فيه لبش كتير زي ما شرحته لكم، وبتوع سبورتنج لشبونة بيتحدوا، وهنشوف الأيام القادمة هل كلام مرتضى منصور والزمالك صح إن الاستئناف أجل ولسه في جلسات استماع، ولا كلام سبورتنج لشبونة اللي كنا انفردنا بيه صح وإن الزمالك ضيع عليه وقت الاستئناف ثم استأنف على بندين من الحكم وإنه معرض لإيقاف القيط وخصم النقاط والهبوط درجة ولن يستطيع إنه يعمل أي حاجة غير لما يدفع كل فلوس سبورتنج لشبونة. ده لا نقدر أحسمه ولا أنت، أنا أنتظر لا الزمالك كذاب أو صادق لا سبورتنج لشبونة كذاب أو صادق. هذه بس كواليس برضي، يعني أنا بدردش معاكم دردشة أخوية، يعني أنا بدردش معاكم دردشة أخوية. فالنهاردة لما يدفع ال 23 مليون جنيه اللي ساندين مرتضى منصور واللي بيكتبوا تقارير عن الوضع داخل الأندية اللي هو بتوع الكورة، يعني ما هو في تقارير بتترفع لوزارة الشباب والرياضة والحكومة بتتابع الناس دي، دي مشكلة انتهت فتتحاسب لمجلس الإدارة. عشان كده أنا شرحت لك وقلت لك إيه، قلت لك يؤكد على نظامه ونظام حكمه في نادي الزمالك سواء بالناس اللي بيعينها تبعه أو بحل بعض المشاكل المهمة زي موضوع مارتينو. طبعا أنا سألت في وزارة الشباب والرياضة لأن ده مهم جدا، هل الزمالك حصل على أموال من الوزارة كمساعدة أو دعم في موضوع مارتينو البرتغالي؟ جاءني نفي قاطع، لم تعطي وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك مليما واحدا في موضوع مارتينو البرتغالي. أقول تاني، سألت المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة لأن أنا ما بسيبش حاجة في الحاجات دي، قالوا لي مفيش جنية ادناه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية. سألت في نادي الزمالك عرفت ان الزمالك عنده فلوس كتيرة لانك انت بتتكلم في تجديد العضويات في الفترة دي، فالغلة كتيرة جدا، الغلة والخير كتير، الفلوس كتيرة، هذه الايام موسم تحصيل، واخد بالك انت، ففي فلوس كتيرة دخلت نادي الزمالك وفي مبلغ كبير، فدفع منه ال 23 مليون جنيه بتوع سبورتنج بتوع مارتينو البرتغالي، بالاضافة الى دفع كل متاخرات اللاعبين، دفع كل المتاخرات اللاعبين على مسؤوليه رئيس النادي مرتضى منصور، لانه هو قال انا سددت بالامس جميع المستحقات المتاخره للاعبين. حد بيقول لي وانت صدقت الفاسدين في وزاره الرياضه؟ الاصل ده ورق يا صاحبي، انا ما بصدقش حد، ده ورق، ده ورق اصلي. خلي بالك، بص اللي في حاجات تحبس صاحبها، يعني الوزير هيديله 23 مليون جنيه يتحبس بعد 3 دقايق، انا بقول لك الرسمي. ولكن انا قلت هل تم دعم الزمالك حتى ولو انشائيا من اول ما جه مرتضى منصور؟ مفيش اي حاجه حتى الان. بقى ممكن يكون الراجل عنده علاقات بناس في الخليج، ناس هنا، جاب تبرعات منهم، جاب يمين جاب شمال، عادي يعني، واخد بالك انت، يعني عادي القصه، بندردش برضه مع بعضنا دردشه اصحاب، يعني اسالوا عادي لو في اي حاجه. فانت النهارده يعني حد بيقول لي يعني عايز يا عبد الناصر تقول لي في صراع جبهات على نادي الزمالك ومرتضى يقعد ويمشي او يمشي؟ ايوه وانا بنفرد معاك بده، في صراع جبهات قوي جدا، مرتضى يقعد ولا يمشي، صراع الجبهات موجود في كل مكان في الكره المصريه. ده يعني انت قطاع كبير من الأهلوية مثلا مش عايزين مرتضى منصور، ما ربما يكون فيهم مسؤولين وربما يكون فيهم حضرتك، وقطاع كبير جدا يدعم مرتضى منصور، ممكن تكون حضرتك منهم، ممكن يكون فلان منهم، ولكن في صراع، في صراع، وفي حاجات بتحصل، وفي كل مجموعة بتلعب التانية، يعني كل حد بيلعب تاني على مرحلة من المراحل ويبعت كده أنا بمسي التماسي كده، حاجات يعني ليس كل ما يعرف يقال في الإعلام. ولكن اللي ظاهر عندك إن مرتضى منصور يتمكن من أدواته في نادي الزمالك،
ومن القناة، وده عشان بس انت تقول لي انا بقيم لك موقف وانت عليك انك انت تحكم، وبعد كده اسأل بقى من تسأل بما تحلل هذا الموقف، وبما تحلل هذا الظهور للأستاذ مرتضى منصور، وبما تحلل كل الناس اللي مشت من النادي رجعت تاني من رجالته، وبما تفسر واخد بالك انت ان اي حد ضده جا النادي مشاه. برضي يختلف كلام المشجع او من يكتب على الفيسبوك عن المحلل اللي عنده معلومات، ودي على فكرة لا فيها انت بتساند مين ولا انت مع مين ولا انت ضد مين. ولكن اللي انا عايز اقوله لك فيما يخص مرتضى منصور بالتحديد، في رؤية جديدة بعد يوم 21 تتوقف على النطق بالحكم في قضية الاستئناف المرفوعة من مرتضى منصور في موضوع استئنافه أو يطلب إعادة النظر في حبسه سنة في قضية السب والقذف بتاعت الكابتن محمود الخطيب. هل ستؤيد الحبس سنة؟ هل ستقلل الفترة؟ هل ستقلب إلى غرامة؟ هل لا أحد يستطيع أن يستبق الأحكام ولا يتحدث في أحكام القضاء. ولكن الشكل النهاردة بتقييمي أنا كخبير وملم بالأحداث وما يدور في الغرف المغلقة وقناة الزمالك وظهور مرتضى منصور مذيع والكلام ده كله، انتصار له بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتصار للي رجعوه واللي جابوه واللي بيسندوه واللي مديله هذا الباور، وانكسار وهزيمة كبيرة جدا للفريق الثاني اللي هو مش عاجبه وجود مرتضى منصور في المشهد أصلا، اللي مش عاجبه مرتضى منصور في المشهد أصلا. بعد 21 ربما يكون هناك أمور جديدة. طيب حد سألني سؤال ذكي جدا بيقول لي طب هل تعتبر أن ظهور مرتضى منصور النهاردة في القناة والمرحلة الجديدة للقناة ده ربما يكون ضغط في القضية ويأثر في الرأي العام؟ بص، القضاء المصري قضاء شامخ وما فيش حد يقدر يأثر فيه لا من قريب ولا من بعيد، ولا حد يقدر يقول لك أي حاجة غير كده، ولا حد يستطيع أنه يتدخل في أحكام القضاء. ولكن بدون شك هو النهاردة كسب أرضية مع الزملكاوية جديدة، فده بيديله باور وبيديله سبورت، واخد بالك انت؟ وعايز اقول لك على حاجه، هو الباور والسبورت عند الخطيب اساسه ايه؟ اساسه دعم الجمهور، وجمهوره ده حماه. يعني ربما يكون في كثير من الاوقات جمهور النادي الاهلي منع كوارث عن النادي الاهلي وعن الكابتن محمود الخطيب، وخلى ناس كتيره جدا كانت تسعى لتفشيل الخطيب في مرحله من المراحل تتراجع خوفا من الجماهير. هذا النهج هو موجود حاليا في الزمالك. مرتضى منصور يسيطر سيطرة كاملة هو وأمير ابنه وأحمد على كثير من السوشيال ميديا بشكل قوي، ويمسك يده على هذا الملف ومتواجد فيه بشكل قوي جدا. برضه أنا بقيم لك الدنيا ورا ظهير جماهيري معجب بيه، يعني أنا مش معجب، حضرتك مش معجب، لكن عنده ظهير جماهيري معجب بيه وبيسنده بقوة وشايفه، يعني ممكن يقابلك لواء ويقابلك دكتور ويقابلك مهندس يقول لك بص احنا مبسوطين بمرتضى منصور، انت مالك يا عم؟ تعظيم سلام، انت حر. شوف انا بجيب لك ناس في منتهى في قمه المجتمع وعاجبهم الوضع ده، انت مالك؟ خلي بالك، وهنا انا ما بعملش مقارنات، خلي بالك، لاني انا مش بصدد اعمل مقارنه، ما بقولكش الخطيب ومرتضى منصور، عشان ما تفهمنيش غلط، ده انا جبت لك حته الجماهير كاستدلال وانا بقيم لك الموقف. الإعلام فين من الملف ده بتاع الزمالك بالذات؟ الإعلام في ملف الزمالك شغال على توجهات، شغال على توجهات، فتجد من هو معه وتجد من هو ضد. أقول لك تاني، الإعلام في ملف الزمالك شغال على توجهات، والتوجهات نوعين، إما توجهات عامة المكان، مثلا قناة إكس توجهها انها ضد مرتضى منصور فتدي تعليمات للمذيعين بده، واما توجه خاص ان هو في حد ضد مرتضى منصور لخلافات، مثلا زي عمرو اديب في الام بي سي، زي احمد موسى دلوقتي في صدى البلد، واخد بال حضرتك؟ يعني انا بتكلم عن القنوات الفضائيه. فانت الملف الاعلامي
ولذلك انت تلاقي الاعلام مختلف. هل الاعلام بينشر كثير من مشاكل الزمالك هذه الايام؟ لا ما بينشرش، واخد بال حضرتك؟ هل الاعلام بيهاجم مرتضى منصور زي ما بيحصل؟ لا ما بيعملش. طب هل من تلقاء نفسه؟ البعض دي سياستهم، والبعض التاني بتعليمات من اللي مشغلهم. فالملف مشتبك حتى في المجال الإعلامي. أتمنى أن أكون جاوبت لكم على كل حاجة، وأتمنى أن أكون أجبت للإخوة الأفاضل عن الأسئلة اللي كانوا بيسألوها لي في هذا الملف. وأرجع وأقول لك، يوم 21 هي مرحلة فاصلة، ونطق الحكم في المحكمة سيكون فاصل ما بين مرحلتين مهمتين، وكان لسه في قضية تانية، ولكن هيكون استدلال كبير جدا. الأستاذ قناة الإعلامي والصحفي رامي فيصل بيقول لي أحمد جمال ظهوره مستفز على قناة الزمالك وما كان يجب ذلك. والله دي وجهة نظر حضرتك، لكن مثلا رئيس مجلس الامناء ورئيس القناه شايف ان هو بيرد للراجل اللي وقف جنبه هو في البيت حقه. بص، عارف انت الفتره اللي جايه، ويا ريت ده يوصل لكم، هتلاقونا بنحلل اكتر ما بنتكلم. فما ينفعش التحليل يتاخد، انا مش مشجع ولا انا من الجمهور، فعادي التحليل بيعمل انقسام، تلاقي ناس تشتمك وناس تقول لك انت صح، وناس تقول لك برافو، وناس تقول لك انت بتختلف، وناس بتقول لك انت تعبان في دماغك ايه الكلام ده، وناس تانية تقول لك انت بتجيب معلومات فعلا. لكن في النهاية انا بحلل لك في ضوء المعلومات بما هو متاح ان يخرج للنور، بما هو متاح ان يخرج للنور. طبعا ما تنساش قبل ما نسيب الملف ده ان هو طبعا بيدغدغ مشاعر الجماهير، ف هيقول لك مثلا بن شرقي في الزمالك، وممكن يعني هو قال الان ان هو اعلن قال مهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد في صفوف الزمالك الموسم المقبل. ده انا شايف ده دغدغه لمشاعر الجماهير، لان لا مهند لاشين ولا عمر كمال في الزمالك الموسم اللي جاي، ولكن ده دغدغه لمشاعر الجماهير، ولازم يكون يعني انا يعني مذيع، فلازم يكون معايا اللي دغدغ بيه مشاعر الجماهير او يتقال عليه انه هو جديد. الاهلي حديد بيقول لك علي العوض في مصر، يا عم انت من زمان بس حدد في الكوره. يا راجل علي العوض من زمان، هو انت لسه مفتكر؟ علي العوض من زمان، هو انت لسه مفتكر؟ علي العوض من زمان قوي في كرة القدم، لأن في حاجات كتيرة جدا في البلد حلوة، في حاجات كتيرة جدا في كرة القدم حلوة، فما ينفعش نقول نعمم. بس أؤيدك إن علي العوض في الكورة من زمان، علي العوض من زمان. وهو ليه علي ولولا إن علي العوض الإعلام بصفة عامة، خلي بالك، والكورة، الإعلام والكورة والإعلام الرياضي والكورة، نقعد إحنا في البيت؟ يعني أنت شايف إن قعدنا في البيت ده عدل؟ نقعد إحنا في البيت وكل الناس دي شغالة؟ طب عملنا إيه؟ إيه اللي عملناه يعني؟ إيه اللي عملناه؟ إذا كانوا بيقول لك في تجاوز، طب ما أنت بتدي تعليمات يعني، وبتخلي الناس تشتم لما انت تعوز، لما تكون عايز. يعني هو انت اللي منعني، الانسان اللي منعني او الجهه اللي منعاني دي، هل بتعلي من الاخلاق؟ لا ما حصلش. طب ما هي المكالمات المسربه على عينك يا تاجر، ومفيش حساب. طب ما هو الناس بتشرشح وبتشتم حتى على اون تايم سبورت، وشفنا الكابتن مدحت شلبي بيعمل ايه الايام اللي فاتت، ومفيش حساب. هي بس كل المشكله انك انت تعرف مين وهتوصل لمين عشان خاطر تاخد ايه، واخد بالك؟ عادي يعني، وانا راضي يعني المشكله، بس انا بكلمك المنطق يعني. وخلي بالك انا متقبل
متقبل ده بصدر رحب، ومتقبل النقد بتاع حضراتكم. يعني في ناس تتفرج عليا وتشتمني، طب بتتفرج ليه؟ مش مقتنع، طب ما بتعب نفسك ليه؟ بس عادي يعني. بص، في ما دام ارتضيت انك انت تبقى شخصية عامة، يبقى لازم تتقبل باحترام النقد قبل المدح، بس بدون شتيمة وقلة أدب. بقى انا فكرة كل اللي بيختلف معايا مشكلته ان هو مش متخيل اللي انا بقوله، مش ان انا بقول كلام غلط، لا هو مش متخيله انه يحصل، لكن والله العظيم بيحصل، والله العظيم بيحصل. يقول لك هو بلدنا فيها كده، ايوه فيها كده، وانا صادق معاك جدا، انت مش متخيل. فقعد تقول لي ده مش عارف ايه، ودماغك مش مصدقه الكلام اللي انا بقوله. ده مش ذنب انا، دي مشكله استيعاب عندك يعني، بس انا متقبل اي حاجه منك يعني. متقبل اي حاجه منك يا صديقي المحترم، ايا كان من السبب. كان لابد بس ان احنا نبدا بده، لان طبعا لا حديث الا على قناه الزمالك دلوقتي والشكل الجديد وماذا وراء قناه الزمالك. واتمنى اكون فسرت لكم بشكل مرضي وبشكل كويس ما يدور وراء الكواليس. والله لا يا استاذ احمد، انا راجل بليد، انت راجل محترم وفوق دماغي، انا راجل بليد ولا اذكى من المشاهدين ولا اي حاجه، انا راجل بقيم وبحلل، وانت حضرتك لك كل الاحترام والتقدير في ان تتقبل ذلك، وشرف، مجرد شرف ان تتابعنا وتناقشنا، ما فيش مشكله. هو ايه الفرق بين ما بين التلفزيون، ان احنا بنكلمك فيس تو فيس، وحضرتك بتقول انا مش عاجبني كلامك واقول لك شكرا، بتقول لي انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده. ما هو ده الفرق بين ما بين الشاشات، ان حضرتك انا وانت بنتكلم، حتى لو انت مختلف معايا فلك كل الاحترام والتقدير يا استاذ احمد، ما عنديش مشكله في حاجه، لكن موضوع ان تظن ان انا بتكلم كلام عشان ادي ايحاء ان انا اذكى من المشاهدين، انا مش كده خالص، ولا ده في دماغي والله، ولا ده في دماغي. بس يعني زي ما الناس اختلفت معايا في موضوع اتحاد الكرة، وانا اشرح ده بعد شويه، انا عارف ان الناس هتختلف معايا في كلامي عن الزمالك، ولكن والله ده الواقع، والله العظيم لا يجرؤ مرتضى منصور يطلع بالشكل ده لولا الضوء اخضر للي مساندينه، واللي مساندينه انتصروا على اللي مش عايزينه. اقسم بالله ما بضحك عليك في حاجه، اقسم بالله ما بضحك عليك في حاجه. الموضوع في الغرف المغلقه اكبر من اللي في دماغك خالص. هو اللي قال للاستاذ مرتضى منصور يمشي من النادي، انا وانت؟ انا وانت؟ انت تقدر وانا اقدر؟ ولا انا ولا انت؟ شوف مين اللي مشاه وقتها انتصروا ازاي على اللي عايزينه، وشوف كيف انقلب الامر وانتصر اللي عايزينه على اللي مشوه ورجعوه تاني. يا ابو حميد، يعني احنا لو تطرقنا لاكتر من كده انا وانت هنروح ناكل عيش وحلاوه في قرى. لا اقصد الدوله ولا الاجهزه الامنيه، عشان الناس بتفهم لما بقول قرى، لا انا بضحك بس على سبيل المداعبه.